And now, bringing his opponent to the ring, fighting out of the blue corner, Mohtaram Kanyamlar Vashanoplad is Uzbekistana, Hassan Boy Dusmatov. Ladies and gentlemen, we've arrived at about 100. You're in your ring of your quarterfinal evening session number 10. About 100 in your quarterfinals of session number 10 is sanctioned for three-minute rounds in a men's flyweight 51kg matchup. Your five judges being represented here tonight ringside are from Korea, Italy, Chinese Taipei, Ireland, and finally Algeria. When all the action begins, your man in the center of the ring giving off the instructions, your referee from the Philippines, referee Jonathan Jimenez. إذا سيدات سادتي عودة إليكم مع نزالات الفترة المسائية من بطولة آسيا للسيدات والرجال المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية عمان، ونزال 51 كيلوغرام بين بوتان تنزي بالركن الأحمر وأوزبكستان حسب الركن الأزرق. إذن ضغط من البداية على لاعب بوتان من اللاعب الأوزبكي وردة فعل من اللاعب البوتاني الآن. إذا اللاعب أعسر مقابل اللاعب يعتمد على وقفة الأرثوذكس ستاند اليد اليمنى إلى الخلف مع اليد اليسرى في فتح اللاعب، ويحاول اللاعب البوتاني أن يتحرك لكن يتلقى لكمة على المعدة من اللاعب الأوزبكي. إذا يقيس مسافة اللكمة اللاعب الأوزبكي ويضغط، يتحرك اللاعب الركن الأحمر لفة دائرية كاملة الآن في الجولة في الحلبة في الجولة الأولى، ولكن مجموعة لكمية يبدو أن هنالك تدخل. أعتقد أن هذا النزال سيكتمل كابتن أيمن، يعني اللاعب الأوزبكي قوي جدا، يعني انظر اللاعب بوتان يعني يحاول المجال من منذ الجولة الأولى، يعني لا يوجد عنده مراعاة أو تمرين أو شيء، يريد أن يخلص من البداية. صراحة يعني أنا أحترم هذا الأسلوب من اللاعبين حين يضغط على خصمه، إذا كان متواضع المستوى لماذا لا تنهي النزال في أول فرصة لك؟ وهذا ما أعتقد أنه سوف يحدث مع اللاعب الأوزبكي الذي صراحة يعتمد على الضرب القوي بلوكات على المعدة على الوجه، وأعتقد أن الحكم لن يسمح في إيذاء اللاعب البوتاني بالركن الأحمر. إن استمر اللاعب الأوزبكي بالضغط بالطريقة هذه، إذا يدخل يعني ثقة كبيرة، خبرة وفارق في الخبرة واضح ما بين الملاكمين. اللاعب الأوزبكي يلكم بكل ما أوتي من قوة في وزن 51 كيلوغرام. هذا النزال القوي حتى هذه اللحظة من ناحية اللاعب الأوزبكي بالركن الأزرق. يضغط اللاعب أوزبكستان، لكن لما أرى أي لكمة الآن من لاعب بوتان يعني في فرق واضح في المستوى. إذا يضع في زاوية الآن، هنالك لكمة قادمة لا محال. إذا يسير مع يد اللاعب الأوزبكي، هنالك ضربة قوية أجل على المعدة يعني واضحة من حيث نجلس. كابتن أيمن، نزال من طرف واحد، ما رأيك كابتن أيمن؟ بالتأكيد الملاكم الأوزبكي ليس لديه مزح في هذه المباراة، ويريد أن أيضا أن يري خصومه المستوى الفني الذي يتمتع به. أيضا يريد أن نرى الخصوم لديه مباريات قوية قادمة، لا يريد أن يعني تكون هذه المباراة مجرد تدريب بالنسبة له. لذلك هاجم منذ بداية اللقاء ووجه مجموعة لكمات متنوعة لبوتان عدى عليه من قبل الحكم.
في هذه الحالة هل تعتقد أن الأفضل لسلامة اللاعب أن تسحبه كابتن أيمن لو كنت محل مدرب بوتان، أم ستجازف في الجولة الثانية؟ وهل تعتقد أن في الجولة الثانية سيستطيع أن يصمد لاعب بوتان مع لاعب يلكم بالقوة التي يلكم بها حسن من أوزبكستان؟ يعني المستوى الفني والمهاري للاعب البوتان يعني يؤهله للاستمرار قليلا، فالمدرب يعني عندما يجد خطورة عالية على اللاعب سيسحبه، ولكن يعني ما زال الآن يقدم في الأداء ويلعب ويناد الملاكم الأوزبكستاني، فليس من المنطق أن يسحبه باللحظة هذه بالذات، ولكن إن شعر في خطورة أعلى على مستواه. احترم وجهة نظرك كابتن ايمن، وعودة الى النزال والجولة الثانية. طبعا هنالك فارق في نتيجة 10-8 كابتن ايمن. اول مرة نرى 8 كابتن ايمن، هذا يدل على شيء، يدل على ضعف مستوى اللاعب. هذا فارق كبير جدا في الجولة الاولى، فليس هناك من فرص امام الملاكم البوتاني، ولكن هي الان قد يكون هناك تغيير في النتيجة الجولة الثانية. إذا عودة معكم إلى هذا النزال في وزن 51 كيلوغرام ما بين بوتان تنزي وحسن من أوزبكستان بالركن الأزرق اللاعب القوي في هذا النزال. يحاول الآن لاعب بوتان، لكن قوة اللكم المهولة للاعب أوزبكستان واضحة في هذا النزال الذي يبدو أنه من طرف واحد. يحاول لاعب بوتان صراحة يعني بدأ يتحرك الآن، يعني هو يتحرك على حساب اللكم، يعني هذا ما يعوبه أعتقد. يعني يحاول الآن اللاعب البوتاني، علينا أن نحترم قدراته. وإذا ها لكمة جيدة من اللاعب الركن الأحمر. نزال قوي حتى هذه اللحظة. يضغط الآن لاعب أوزبكستان، يعني حصة تدريبية تحول الآن، ليس نزال يمكن أن نعول عليه، أن هنالك في مفاجأة. المفاجأة أن يصمد صراحة لباقي جولات لاعب بوتان. إذا تدخل الحكم الآن ولكمة هائلة. هوك رهيبة صراحة لاعب أعسر، فالأمامية اليمنى إذا يتحرك ولكن بالهواء من لاعب بوتان. يضغط الآن لاعب الأزبك، يغلق المسافة لك، يغلق مع دفاعات، يتحرك. إذا تمرين جيد يعتبره الآن. انظر سيلكم 1-2 على المعدة في الوجه. خبرة فارق في المستوى ما بين الملاكمين. يعني نزال من طرف واحد. إذا كابتن أيمن مع حين يشرف على انتهاء الجولة الثانية، إذا تحول إلى تدريب هذا النزال من اللاعب الأوزبكي، يتحرك أكثر من أنه يلكم ويدخل أجواء البطولة. ما رأي كابتن أيمن فنيا؟ يعني قد أتعرض مع كابتن أحمد، أنا أحترم ملاكم بوتان، يعني وقف ندا قويا وبادر اللكمات وأدى مهامه على قلة أو على ضعف مستواه، يعني لم يكن بالملاكم الذي يهرب من المواجهة. واجه ملاكم أوزبكستان ويعلم ما هي الملاكم الأوزبكستانية وما حجمها بالنسبة لبوتان، لكن نظرنا يواجه بطل عالمي وقف أمامه بادره اللكمات. يعني هناك عد وحيد فقط كان على الملاكم البوتان، وبقية المباراة وكان ندا قويا. طبعا ملاكم أوزبكستان بعد أن دخل في معركة حامية مع اللاعب البوتاني استنتج بأنه حتى لا يصاب وحتى لا يتعرض للإصابات منه، فأثر السلام وبدأ يلعب بطريقة أهدى قليلا، ولكن عندما حاول أن يقتحم المواقع البوتانية تلقى مجموعة من اللكمات وشعر بخطورة الموقف. لذلك وأعتقد أن الجهاز الفني أيضا وجهه إلى أنه ما تدخل باشتباك عميق مع الملاكم البوتاني والعب عن بعد. شكرا لوجهة نظرك القيمة كابتن أيمن، وعودة إلى النزال والجولة الثالثة الآن. ويضغط الآن لاعب أوزبكستان، يلكم من فوق دفاعات اللاعب البوتاني،
يغلق مسافة اللكم. إذن يقيس ويلكم بالهوك اليمنى واليسرى واليمنى. إذن يعني هوك بهوك بهوك على المعدة الآن. يلكم يلكم. يحاول لاعب بوتاب الركن الأحمر اللكم، لكن اللكم ضعيف جدا بلا أي فاعلية، في حين أن لاعب أوزبكستان يلكم بقوة. نزال من طرف واحد من وجهة نظري، يعني لقاء تدريبي أكثر من أنه نزال به كثيرا من التحدي من الملاكمين. فرق شاسع في الخبرة لدى الملاكم أوزبكستان مقارنة بلاعب بوتان. يحاول لاعب الركن الأحمر محاولات وقياس، ويلكم ويلكم، وكل اللكم يأتي في مكانه. إذن انظر، واحد اثنان ثلاثة أربعة، يعني كما تحدث الكابتن أيمن، يعني يحترم فكرة إبقاء لاعب لاكتساب الخبرة. ليس بالضرورة أن تفوز على بطل كبير كلاعب الأوزبكي، لكن الخبرة التي ستأخذها من هذا النزال ستسجل في رصيدك لاعب ممكن تفيدك في المستقبل إذا تحولت إلى تدريب بالخبرة الإدراكية لاحقا. نزال من طرف واحد كما تحدثنا، ومحاولات، يعني يحاول لاعب بوتان في الركن الأحمر، ويعني ولاعب الأوزبكي يتحرك برشاقة، يستعرض الآن، يعني يعلم أنه حسم النزال، لذلك هو يستعرض انظر، يعني يستعرض في الحلبة، يعني لا يستطيع أن ينهي النزال كابتن أيمن، لكن لا يريد أن ينهي النزال. يعني هل هذا قرار يكون بالاتفاق مع الجهاز الفني أم رغبة من اللاعب؟ هل الجهاز الفني يتدخل في قرارات اللاعب ما بين الجولات، افصل انهي في نزال كهذا؟ بالتأكيد طبعا الجهاز الفني يوجه الملاكم تبعه بالطرق التي يراها آمنة ومناسبة له. الملاكم الأوزبكي ذكرت لك أنه في الجولة الثانية حاول أن يشتبك وحاول أن ينهي المباراة، ولكنه وجد خصم عنيد أمامه، أيضا خصم مهاري بغض النظر عن مستوى القوة بين كلا الملاكمين، ولكن أيضا المهارات الفنية لملاكم بوتان كانت عالية جدا، وكان يعني يوجه لكمات ويترقى لكمات، فبالتالي كان ملاكما بالنسبة لي يحترم جدا. Ladies and gentlemen, about 100 here in your evening quarterfinals. Session number 10 comes to a close after being three-minute rounds in a men's flyweight 51kg matchup. We go to the scorecards where all your judges see it the same way, ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision. To the blue corner is Uzbekistan, Hassan Boy Dusmatov. إذا سيداتي سادتي، إعلان فوز اللاعب الأوزبكي بقرار بالإجماع في هذا النزال.